السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله نعطيكم معلومات جديده خوتي في خصوص السفر. يعني كاينين بزاف ناس خوتي راهم حابين يعني يسافروا في هذه البريودا، كاين اللي على بالو كاين اللي ما على بالوش باللي الخطوط الجويه يعني قلصت حجم الباجاج كما نقولوا حنايا الحقائب. يعني قبل كان الوزن 30 كيلو، وفي الوقت الحالي هذا راه ولا فقط يعني 23 كيلو. يعني خوتي ردوا بالكم من الوزن الزائد، وكذلك يعني السعر تقريبا تاع الواحد كيلو راه تقريبا يتجاوز 12 اورو، يعني راه تقريبا 240,000 ولا مانيش عارف حنا بدرام ولا حتى 250,000. يعني نتوما حاولوا انكم يعني ما ديروش باجاج بزاف، ديروا غير الحجم تاع الباجاج هذا المطلوب. وكذلك خوتي يعني ساكاما يعني الباجاج اللي طلعوا معك للطياره راهم شرطوا انك تطلع معك يعني حاجه واحده، يعني حقيبه واحده، سواء كما نقولوا حنايا ساكودو ولا حقيبه ولا كما نقولوا حنا بوشات. يعني المهم الوزن تاعها ما يتجاوزش يعني 10 كيلو، فهمتوني؟ وكذلك يعني باش تدفع الباجاج تاعك لازم تجو قبل الوقت بثلاث سوايع خوتي باش تدفعوا الباجاج وتستناو يعني الطياره تاعكم، باه ما يصرالكمش مشكل وما يصرالكمش الروطار وتفوتكم الطياره وتعشوا يعني كما نقولوا حنا تخلصوا في هذيك الغرامة تاع الروطار تقريبا نقولوا مليون ولا زوج ملايين، وانتم كنتوا قادرين انكم ما توقعوش هذا المشكل وما تخلصوهاش. يعني حاولوا انكم تجوا بكري باش تدفعوا الباجاج تاعكم. يعني هادو المعلومات بخصوص يعني المطار، وكذلك يعني واش يطلبوا منك في المطار؟ اكيد راح يطلبوا منك يعني الجواز السفر اللي راح تسافر به بيان سور، وكذلك خوتي نقولوا هنا الفيزا، سواء كانت هذه الدولة بالفيزا ولا سون فيزا. اذا كانت سون فيزا يعني فقط الباسبور والبي تاع الطياره، واذا كانت يعني هذه الدوله لازم لها كما نقولوا حنايا تفوت عند كما نقولوا حنا لازم لك الفيزا، لازم تكون عندك خوتي سينو ما تقدرش تسافر. يعني هذو هما المعلومات المهمه اللي تقدروا يعني تصادفون في المطار وتسافروا ان شاء الله بالتوفيق لجميع الناس. يعني هذا الفيديو كان يعني بسيط جدا، حبيت نعطي المعلومات للناس. كاين اللي على بالو كما قلت لكم، كاين اللي ما على بالوش، كاين اللي اول مره راح يسافر. كما على بالكم كاينين ثاني ناس راهم يسقسوا على التذكره تاع الطائره، شوفوا هذه اللي تطلع قدامكم. كاينين الناس يقول لك فوالا انا عندي غير ورقه. يعني خوتي البي تاع الطياره في البدايه كي تشريه من عند اير الجيري ولا من عند تركيا ولا من القطريه ولا فهمتوني، في البدايه يكون عباره عن وثيقه يعني اكات ورقه، ومن بعد كي توصل المطار تدفع الباجاج يعطوك واحد التيكي صغير، هذاك هو اللي تسافر به وتعرف يعني فيه النيميرو تاعك وين تقعد وين كذا، فهمتوني؟ يعني خوتي ان شاء الله يكون الفيديو هذا استفدتوا منه، ونشكركم بزاف الناس اللي راكم تدعموا فيا، الناس اللي راكم ديروا لي في جام، ديروا لي في متابعه. ما تنساوش خوتي تدعمونا وتبارطاجوا لنا خوتي لي فيديو تاعنا، ما بقالناش ان شاء الله نوصلوا 100,000 متابع ان شاء الله. كيما وعدتكم راني قلت لكم باذن الله تعالى خوتي، يعني ان شاء الله راني ما رانيش ناسيكم. يعني من نوصل ان شاء الله 100,000 متابع راح ندير 3 مودوسي للناس، يعني نقولوا حنا نربح معايا 5، وكذلك نمد هدايا كما نقولوا حنايا عباره عن مثلا سماعات ولا ميكروفون ولا كذلك يعني ساعات ولا مهم ندير لي جيف واي كما يقولوا حنا هدايا ان شاء الله خوتي بالتوفيق للجميع. بارك الله فيكم، ما تنسوناش خوتي دعمكم ودعائكم. سلام.